نعم، هذا يوم مميز جدا، خاصة نحن المسلمين نفتخر بهذا اليوم. اليوم العظيم هو ميلاد سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. للأسف ها بلي كان ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 من ربيع الأول عام الفيل سنة 571 ميلادي. ولد يتيما من أبيه وهو في بطن أمه، ولا يزال في بطن أمه. والله هذا يوم عظيم، هو يوم لم الشمل العائلة العربية الإسلامية، يعني نتذكروا خصال الرسول صلى الله عليه وسلم، نفكروا أولادنا، نحتوهم باش نمشيوا على سيرته، لأن خلانا الرسول صلى الله عليه وسلم خلانا السنة نتابعوها ونحافظوا عليها ونورثوها لأبنائنا. هذا اليوم العظيم لازم نديروه، يعني يوم نحتفلوا بمولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. هو يكون لم الشمل العائلة، يكون يعني غذاء مناسب. أنا ما نقولش غذاء يكون تاري، للأسف أنا نشوف جشع التجار، يعني يستغلوا هذه الأيام المباركة ويطلعونا في الأسعار. للأسف احنا معليش نديروا حاجة حلوة ونلموا ولادنا ونحدوهم ولاد الجيران، وكذلك معليش نشعلوا شمعة لكن ما نشعلوش المفرقعات. للأسف راهي تضر بالأبنائنا وكذلك حتى السكنات، يعني للأسف، وضر الجيب تاعنا كذلك. يعني أنا اللي راح نخسر الملاين في وسمو في المفرقعات باش نضر الناس، نروح نصدقهم أحسن. كاين عائلات فقيرة محتاجة هذا اليوم باش تلم ولادها وتفرحها. أنا أقول لكم يا ناس خلونا من هذه المشاكل، راهي تضر نفسك وتضر غيرك. روح انفع غيرك الفقير، يعني عوضوا بابتسامة، غرسلوا ابتسامة مع أبنائه، وانت ما حشت الدار راح تدي الأجر. ان شاء الله بمناسبة مولد النبوي الشريف، اتمنى كل الأمة الإسلامية العربية نقول لكم مولد نبوي كريم ان شاء الله، نحتفلوا فيه بكل عام ان شاء الله، ونحن نفتخر اننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة الإسلامية التي اختارها الله خير دين، يعني انزل للأمة عامة. والحمد لله احنا نفتخر اننا ولدنا مسلمين وسنموت مسلمين باذن الله. زيرتوب اول قناة إلكترونية في الجزائر.